بسم الله الرحمن الرحيم. طاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد. عبده زكريا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه مستقيم الصراط.